مازال الحال حبينا نديروا فقره جديده وهذه الفقره هي الاخبار والان حان موعد الاخبار تاع مازال الحال. مشاهدينا الكرام راكم تشوفوا في الجزائر يوان والان نبداو الاخبار بالدارجه مع الزميل يونس كلونداري. السلام عليكم. في اخبار دارجه مباشره من قناه جزائري وان. وراه الكاميرا يا هذا وراه المخرج هذا سعاده ضربوني هنا يا خلار ضربوني يدخل لهم الاخبار في الشارع ضربوني ما فهمتش. نبداو بالاخبار معاك يا فهمونا يا من سعاده هذا تاع الزمر مخرج هذا هبلتونا قال لكم السيد لا لوميير ناقصه وكاع ما حبيت يفهم. السلام عليكم مباشره الاخبار الجزائريه وان بلغه دارجه فوالا. سلام صح الغاشي نتمنوا تكونوا انتيك يا اخو. الاخبار تاعنا اليوم نبداوها باخبار كي شغل على بلادنا الجيري. الجيري هي بلادي هذا جنجل يا اخو. يا اخو الرئيس تاع جمهوريه بريطانيا العظمى الشيخ كولين فارح بزياره تحويسه وفيها يلفت قرقيب ما الى ارض الوطن وصرح لكاميرا الجزائريه اللي هي كاميرا سوني إريكسون. شاهدوا معنا هذا التصريح. ما ادريش لي مويز. I am very happy to be in Algeria. او يقول لكم بلي زعما راه فرحان كي جا الجزائر. يا قيو. The relationship between Great Britain and Algeria. او يقول لكم علاقتنا مع الجزائر الله يبارك. شغل انتيك وانتم شعب انتيك الله يبارك. It's very advanced technology in Algeria. او يقول لكم حنايا متخلفين وانتم متحلبين فهمتني. والجزائر ان شاء الله تحلب بنا في لا تكنولوجيا هذه. صح. وقد استقبل السيد نيزي في سبيسيو سمعونا. وقد استقبل السي كولين فارح بمطار الجزائر سيد فرحة وزهوة مدير الاستقبال في الجزائر وأدى بهذا التصريح. حقيقة بفضل التجربة تاعنا والحنكة اللي عندنا في الاستقبال ولتاي وكذلك البنات الصغار يلبسوا الجبب تاع القبائل ويجيبوا التمر يعني تمكننا من انه نقوي العلاقات التي بيننا وبين جمهوريه بريطانيا العظمى. يا الخوار غير يخرط. وواصل في الاخبار في نعم تفضل يا اخو. في كيما يديروا في اخبار الاقتصاد. في اخبار الاقتصاد يا اخو قالوا لك البيطاله وطلع ب 1 دولار وين؟ أو هبط يا الخو. أو طلع ب 1 دولار أو هبط يا الخو. أو طلع ب 1 دولار أو هبط يا الخو. نواصل الأخبار. حملة مقاطعة السيارات متواصلة. أنا يا أخو وراهي نجحت والأسعار بدأت تطيح في السوق تاع تيجلابين كما ركز عليها وزير تيجلابين. وحملة أخرى انطلقت بعد نجاح هذه خليها تصدي حملة أخرى لمقاطعة شرب الخمور حملة خليني صاحي. وحسب بعض الأخبار فإن أسعار الخمور بدأت تهبط والخابط راهو فرحان. شوفوا معنا هذه الصور. شكرا. ولكن رغم هذه نجاح هذه الفكره واحد السيد ما فهمهاش وخلى مخه تصدى وراه في حاله كارثيه بمستشفى مصطفى تشانكان. ممتاز. اما في اخبار العالم. في اخبار العالم الرئيس الروسي فاز في الانتخابات راهو انتيك. الرئيس تاع مصر السيسي فاز بالانتخابات راهو انتيك. اما الرئيس تاع الامريكي دونالد ترامب فانه في ليكساسون ميل وعيط للرئيس للملك تاع السعوديه سي سلمان. يا هلا بي الو الو بورتو بورتو مش بورتو. ايه يا دونالد شو احوالك شو احوال ايفانشا يا حبيبي.
ريبوندا لو ترند صح يا اخو صافا شويه كيفاش سلمان لا فامي راهم لا ما تجبد الفاميليا استحي يا ضلالك شكرا كانت اخبار العالم ونعود الى اخبار الوطن وفي اخبار الثقافه مع الزميل الزميله ربيعه دعدوع ربيعه دعدوع اين انت الله فقر على راهو الميكرا اسمح لي يونس والله ميم با لا بار ما لحيتهاش ديريكت سلفت لا طوندوز للسيد مومار الزحاليس فوالا دونك اخبار الثقافه معايا انايا عاود هذيك ربيعه دعدوع ربيعه دعدوع نعم اخبار الثقافه اخبار الثقافه الثقافه خويا طب الغربيه تعطينا هاي تخدم كرونيك انا قلت لك تسخروا بيا الثقافه واش كاين الثقافه سينما لا تعرف قال لي واش قال لي العساس قال لي نخرج بكري ما تفرجش فيلم والو شنو الثقافه هذه صوميل في خاطر الحباب وفي خاطر ليكيباج هذه هي الثقافه خويا العزيز غير ما تخرطوش علينا بقى الثقافه هي سيب على خير خلاص نعاودوها اوكي لكن في اخبار الرياضه عندنا خبر اخر في اخبار الرياضه في البطوله الوطنيه للقسم الاول خلاص في الاخبار الامنيه لا لا مازال اوكي اما في رابطه ابطال اوروبا كابتن ماجد كابتن ماجد بين قوسين رونالدو مليح راني مسودي والله طلعت انا راني وقينا تكسرت هيا نروحوا انا تفضل في الاخبار الامنيه في الاخبار الامنيه القت قوه الامن القبض على جماعه اشرار تتكون من ثلاث اشخاص كانوا يتجروا ويروجوا للممنوعات صافودير الزطله وما يسمى الغرس ولا الشيكوله تفرجوا معنا هاد الصور هاي الكاميرا السلام عليكم هنا قوة الأمن متكنا من قبل على جماعة أشرار متكنا ثلاثة أشخاص كانوا يروجوا في المشروعات في الممنوعات منهم سيد سي سليم المدعو بالهدهد اللي كان يتاجر في الكاوكاو كان فيه شوية غرس الأخت تنو المشهورة ببوعمامة واللي كانت تسرق القطط أما المجرم الثالث وهو رئيس العصابة إنسان خطير جد خطير يعني يا ربي استعملنا دبابات باش نحكموه وخرجت على فرون ونسكت اللي هو سي دمو المشهور بسيف الدولة الحقار وبفضل المجهودات يعني قضينا على هذا المجموعة الوسمو إن شاء الله الحبس يأكلكم شكرا كانت هذه أخبار عاجل نعم عاجل سمعونا ما عندناش لي موي عاجل قالوا لك بلي كان هناك تغيير حكومي والله جماعة راعت وجماعة جات السلام عليكم شكراً لسيد يونس كلنداري على أخبار الدرجة نتمنى أنه فقط تبرم هذه الجرحة اللي رأي فيه كوفياش راح كمل معنا ما ندي حويتي بك لا ما نكوبيوش والو ديرك صحة ما شكراً جزيلاً لكمال عبدات فاصل ونرجع